إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الكلام فيما يتعلق بدلالات الألفاظ. ففي هذه المحاضرة الكلام يكون عن ما يتعلق بدلالة من الدلالات، وهو النهي، دلالة اللفظ على النهي. نبدأ بالتعريف بالنهي في اللغة والاصطلاح قبل الكلام عن ما يتعلق به من صيغ وأحكام. ففي اللغة النهي يراد به المنع، أو يراد به المنع، يقال نهاه عن كذا أي منعه، نهاه عن كذا أي منعه. وأما في لغة الاصطلاح الأصوليين فهو استدعاء ترك الفعل، استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. واستدعاء ترك الفعل أي طلب ترك الفعل، طلب ترك الفعل. الاستدعاء دائما السين الألف والسين والتاء تفيد الطلب، أي طلب ترك الفعل. بالقول يخرج هذا القيد الترك بالفعل. كمثاله في اللغة مثلا نقول من قيد عبده قيدا حقيقيا بالفعل فإنه منعه ونهاه عن الحركة، فهذا لا يدخل معنا في معنى النهي الاصطلاحي، وإن كان يفيده من جهة المعنى. هذا الفعل يفيد الترك من جهة المعنى، فلا بد أن يكون النهي في المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين أن يكون بالقول. أخرج أيضا القول الإشارة، وإن أيضا كانت وإن أفادت طلب الترك، طلب الترك، لكنها لا تسمى نهيا. أيضا قالوا في التعريف على وجه الاستعلاء، لأن إذا صدرت من مساو فإنها تفيد الالتماس، وإذا كانت من مساو أيضا قد تفيد أيضا الشفاعة، قد تفيد الالتماس، وإذا كانت من أدنى فإنها تفيد السؤال أو الدعاء. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا تؤاخذنا هنا لا تحمل على المعنى الأصولي الذي يراد معرفته وهو النهي، وإن وجدت فيها لا الناهية مع الفعل، لا الناهية مع الفعل، لأنها هنا من أدنى فهي تفيد معنى آخر وهو الدعاء أو السؤال. فكلمة الاستعلاء تخرج هذه الصيغ كلها، المساوي أو الأدنى أو ما كان على صيغة أو ما كان من الأدنى فيما يراد به السؤال والدعاء. النهي أيضا الأصوليون بطريق الاستقراء أيضا وقفوا على جملة من الصيغ والطرق التي تدلنا على هذه الدلالة في نصوص الكتاب والسنة. فمن هذه الصيغ وهي صيغة لا تفعل، صيغة لا تفعل، كل ما وجدناه على هذا الوزن لا تفعل فإنه يفيد النهي، وهذه من الصيغ المتفق عليها بين الأصوليين، متفق عليها بين الأصوليين
إلا قليل من بعض الأشاعرة ممن قالوا أن هذه الصيغة لا تفيد النهي، وزعموا أنها مترددة بين معان عدة فلا تحمل إلا بقرينة. زاد بعضهم على لا تفعل صيغتي انتهي واكفف، كل ما جاء فيه الأمر بالانتهاء أو الكف يدخل في معنى هذه الصيغة. أما من جهة الأساليب فهي كثيرة كما تكلمنا في الأمر والصيغ والطرق التي تدل عليه، كذلك الكلام في النهي صيغه وأساليبه في نصوص الكتاب والسنة كثيرة. وقد ذكرنا في درس سابق أن ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد ذكر جملة من هذه الطرق التي يعرب بها الأمر، فكذلك النهي، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه تفسير التفسير أفاد بنقل جملة من هذه الطرق التي يعرب بها النهي. وما نذكره هنا على سبيل أيضا المثال للحصر، الله عز وجل قال أول هذه الصيغ لعن الله أو رسوله للفاعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهذا دليل على النهي من اتخاذ القبور مساجد. هذا الحديث فيه نهي عن أن تتخذ القبور مساجد، وإفادة النهي استفادنا النهي من بناء اللعن على هذا الفعل أو ترتب اللعن على هذا الفعل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، وإلى نهاية الحديث اللعن أيضا المترتب على هذا الفعل يفيد النهي، يفيد النهي. كذلك من طرق وأساليب النهي الخبر، الخبر الله عز وجل قال في الآية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، الله عز وجل قال إنما ينهاكم، فهذا خبر، والخبر يستفاد منه أيضا النهي. من الأساليب أيضا التي يعرب بها النهي توعد الفاعل بالعقاب، أن يرتب الله عز وجل عقوبة على هذا الفاعل. نقول مثلا في الآخرة كما قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فهذا النهي رتب الله عز وجل عليه عقوبة فقال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إذن استفدنا النهي بترتب هذا العقاب. أيضا ترتب العقاب الدنيوي كأن يكون حد من الحدود، مثلا الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إيجاب الحد على الفاعل في هذا الفعل يدل على أنه منهي عنه، فكل عقوبة رتبت على فعل أو قول في الدنيا أو عقوبة، سواء كانت عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية تدلنا على أو التوعد بالعقوبة، فإن ذلك كله يدل على أن هذا الأمر منهي عنه، أن هذا الأمر منهي عنه. من الأساليب التي يعرب بها النهي وصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو أنه من صفات الكافرين، أو من
صفات بني إسرائيل المذمومين الذين ذمهم الله عز وجل في بعض الأفعال، فهذا الذم المترتب على هذه الجهة سواء كانوا كفارا أو منافقين أو من بني إسرائيل، فإن العمل إذا وصف بأنه من أعمالهم ليدل على أنه منهي عنه. قال تعالى في المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال فيما يتعلق ببني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا إذا وصف العمل بأنه صفة من صفات قوم ذمهم الله كالمنافقين والكافرين أو بعض بني إسرائيل الذين خالفوا رسل الله، فإن ذلك يدل على أن هذا الأمر منهي عنه. هذه بعض الأساليب التي يعرف بها النهي في نصوص الكتاب والسنة. بينا في مسألة سابقة أن هذه الدلالات يستفيد منها المجتهد وغير المجتهد وغير المجتهد، وما هذه الأمثلة التي ذكرناها ببعيدة عن المتدبر لكلام الله عز وجل إذا وقف على هذه الدلالات، فإنه يستفيد منها في تدبر كلام الله عز وجل، وليست فقط للمجتهد من أجل استنباط الحكم الشرعي من أدلة الشرع. مسألة أخرى متعلقة بالنهي، وهي إذا وجد النهي أو صيغة النهي في النص الشرعي وأفادت الكف أو الانتهاء عن فعل ما، لكنها لم تقترن بقرينة، هذه الصيغة صيغة النهي لم تقترن بقرينة حتى تفيد أنها تفيد الكراهة أو الإرشاد أو الدعاء كما يأتي الكلام عن ذلك. فإذا وجدت مطلقة أو غير مقيدة بقرينة من القرائن فقد ذهب جمهور الأصوليين وهو الراجح من أن هذه الصيغة إذا وجدت مطلقة صيغة النهي فإنها تفيد التحريم، لأنها في اللغة وضعت للدلالة على التحريم، واللفظ كما هو معلوم إذا أطلق من غير قيد فإنه يدل على معناه الحقيقي ولا يصرف عنه إلا بقرينة. اللفظ إذا أطلق على معناه من غير قيد ولا قرينة فإنه يدل على معناه الحقيقي. فمعنى النهي في اللغة أنه يدل على التحريم. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه الآية إفادة تحريم قتل النفس، ولا تقربوا الزنا أفاد تحريم الزنا أو أفاد أيضا تحريم قربان الزنا. أما المسألة الثانية أن يوجد النهي لكن مع قرينة، توجد قرينة تصرفه إلى غير التحريم. الآن المسألة السابقة أن يوجد النهي مطلقا من غير قيد ولا قرينة فإنه قلنا على الراجح من قول جمهور الأصوليين أنه يفيد التحريم، لكن إذا وجدت القرينة فهذه القرينة تقيد هذا النهي على معنى معين، ولذلك قالوا إذا وجدت القرينة فإنها تدل على معان عدة مع النهي، فقد تدل على الكراهة فقط للتحريم. قال تعالى
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، بقول الله عز وجل في بداية الآية: أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا، هذا نهي يفيد الكراهة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فصياغ الآية يفيد أن هذا النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. كذلك النهي إذا قد توجد معه قرينة ويفيد الإرشاد للتحريم، قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فهذا النهي في هذا السياق، سياق الآية، يفيد أنه المراد به الإرشاد، أي النهي نهي إرشاد وليس نهي تحريم. وهذا كما هو مبين أن المراد بهذا النهي إنما هو حينما كان وقت التنزيل، أي نزول الوحي، قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. أما بعد التنزيل وبعد انقطاع الوحي فإن من أشكلت عليه مسألة فإنه يسأل، بل يجب عليهم أن يسأل حتى يستبصر ويتعبد الله عز وجل على علم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في هذا النهي هنا يفيد الإرشاد. كذلك النهي قد يأتي مصحوبا بقرينة تدل على الدعاء، تدل على الدعاء. الأدعية الواردة مثلا في القرآن أو في السنة فيها أن المكلف قد يدعو بأشياء تحمل معنى النهي، لكنها لا ليست هي المعنى المراد عند الأصوليين، وإنما تفيد الدعاء أو الطلب والسؤال. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا النهي يفيد الدعاء لوجود القرينة التي تدل على أن المراد منه ليس المعنى الظاهر منه وهو النهي لإفادة التحريم. كذلك من معاني النهي عند اصطحاب القرينة أنه قد يفيد بيان العاقبة، قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بيان لعاقبة الظالم في هذه الآية. ولا يحمل هذا النهي على النهي المعروف باصطلاح الأصوليين، إنما المراد به هنا بيان العاقبة. كذلك النهي قد تصحبه قرينة تدل على معناه، تدل فيه على معنى آخر غير التحريم، وهو التسوية، نحو قوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فهذه التسوية الواردة في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا استفدناها من دلالة هذه الآية على أنه ليس المراد به هنا النهي الاصطلاحي الشرعي الذي وقفنا عليه، وإنما المراد به التسوية، أي هم في الأمر سواء صبروا أو لم يصبروا فيما يتعلق به عند دخولهم النار والعياذ بالله تعالى. فهم كما قال الله عز وجل: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأما النهي من حيث دلالته على التحريم، هل هي دلالة قطعية قولا واحدا، أو أنه قد يدل على التحريم وقد لا يدل على التحريم،
عند الجمهور قولا واحدا أن النهي إذا لم تصحبه قرينة فإنه يدل على التحريم، سواء كان الدليل قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. أما عند الحنفية فإنهم يفصلون في النهي أن النهي إذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فإنه يفيد التحريم، وأما إذا كان ظني الثبوت ظني الدلالة فهو للكراهة التحريمية وليست للتحريم. ولذلك نجد الأحناف لهم زيادة في أقسام الأحكام الشرعية تصل إلى 7 أحكام شرعية، فعندهم الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، والمكروه تحريما والمكروه تنزيها، خلافا للجمهور فإن لهم في الأحكام الشرعية فهي الأحكام الشرعية عندهم على 5 أقسام. أما الأحناف فإنهم يفصلون في هذه في الكراهة، سواء في النهي إذا ثبت بدليل قطعي له حكمه، وإذا ثبت بدليل ظني فله حكم آخر. بهذا يقول انتهينا عن الكلام فيما يتعلق بالنهي من جهة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، الصيغ التي تدلنا على وجود النهي في نصوص الكتاب والسنة، مع الخلاف الوارد فيها في هذه الصيغة، صيغة لا تفعل. وقلنا أن الراجح الذي عليه جمع من الأصوليين هو أنها تفيد النهي. كذلك وقفنا على موجب النهي، أننا إذا وجدنا صيغة النهي مطلقة من غير قيد ماذا تفيد، على الخلاف الذي ذكرناه جمهور الأصوليين على أنها تفيد التحريم، تفيد التحريم. وثم وقفنا على الصيغ أيضا التي تدلنا على وجود النهي في نصوص الكتاب والسنة. أخيرا وقفنا على مسألة النهي إذا صحبته قرينة فإن النهي قد يدل على معان أخر غير معنى التحريم، كالكراهة والإرشاد والدعاء والتسوية وبيان العاقبة وغير ذلك مما سبق بيانه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.